ناحية أخرى من العراق، إبادة جماعية تحصل بحق الإزديين على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي. أول شيء الساعة بالثنتين ونص صار علينا حرب في مجمع الجزيرة بسنجار، وقاتلنا للساعة بثمانية ويا الأرهاب اللي يسمونه داعش، وصار عندنا شهداء وخلص عندنا العتاد. الصبح أمي خابرت علينا الساعة 8 قالت داعش فات على السنجار هربوا، احنا هربنا وهم ضلوا، جدي وجدتي وخالي كلهم ضلوا، بس لو اعرف شيء عن امي وابوي واخواتي صغارهم معاهم. عشرات العائلات قتلوا او دفنوا احياء، ومئات الفتيات خطفوا وبيعوا كسبية. اخذوا 8 منشآت كلها بنات، ودوهم على الموصل وعلى التلحفر باعهم، انباعت باعت بنت اليزيد يصيحون بالسوق بورقتين، وبناتنا خطفوا 2، خطفوا بناتنا 2، وحدة مزوجة وحدة عزبة، أخذوا كلهم، قتلوا رجالهم وأخذوا البنات والحريمات وقتلوا الأطفال. ومن هرب إلى جبل سنجار يعيش اليوم موت بطيء تحت أشعة الشمس الحارقة بين الأفاعي والعقارب ورائحة الجثث المتعفنة، لغالبيتها لأطفال. أما المساعدات الجدية فلا يبدو أنها ستصل إلى المحاصرين قبل وصول داعش. هزمنا طبينا على الجبل، وأنا بالنسبة لي أنا فاق الطفلين، أنا حسة بالجبل فاقتات، ما أدري ميت عايش ما نعرف عنه إيش. مول كرنا بن اخير كله قد قدام، بس اما بس اما فلتي. الاف ماتوا من عطش، ولا زال بها ريحه الاوادم بالجبل، ما تقدر تفوتي على الجبل، من اطفال ماتوا عافون اطفال ميتين بيدي، وكان ادوان هم مروا كرنا بن كبراد هيلان بشخصا هيلان، وتركها حميدا ما تركها حميدا. لا زال بالجبل باقين لحد اليوم، باقين في الجبل عافوهن، لا حد يقدر يشيلهم، لاكو طيارة يجيبهم، زتونا مي إلى ما جانا وصلنا بالقاع راحت المي، طقت الدباب كلها راح، ما حتى يعني أكل شرب ما عندهم، يعني هسه قاعد يأكلون أوراق مال الشجر قاعد يأكلون هسه، وإحنا جينا هنا على وان ميتين بالجبل ما جايين، هم عندنا كل شيء نفس الشيء. قبل قليل تمكنت من فتح ثغرة من جانب الحدود السورية، من حيث انتقلت عبر معبر فيش خبور إلى زاخو المحاذية مع تركيا. هذا دبارة أنا وطلبادين الماكرن ودبوا لازم هم بينا سردينين، ما قمنا هنا سردينين ما بازم شنو حياة دبوا بماشي داكي بماشي بين هاتر بماشي هذا وكارا من نكاريز بماشي هرقاب داركي مترم فيلا فيلي كريتي وما غال وما بازد. الأزيدية إحدى أكثر الطوائف مسالمة، لتصلي يوميا للسلام في العالم، تبادل اليوم فيما العالم صامت. صلاتنا بالكردي يقول يا ربي تمبس ترين بحفتي ودي ملاتات تمبس تريني وما جيت تبع، يعني يا ربي تسر 70 مذهب وإحنا تبعهم. صلاتنا بس للسلام وشوف صار بينا.